انا بحب حضرتك جدا والله، ربنا يسعدك يا رب، وكل سنه وانتي بألف خير. وانتي طيبة يا حبيبتي، ربنا يبارك فيكم اجمعين. الله يسعدك. معلش يا دكتوره هسألك سؤال الاول. اختي يعني جاي لها عريس، هو بصراحه مناسب من جميع النواحي، يعني ملتزم واهله طيبين ومناسبين، ويعني على قدر من الدين بصراحه، ويعني واحنا الحمد لله عيله ملتزمه وكده، الحمد لله. بس بينهم تقريبا 9 سنين، وهي طبعا ما فيش قبول خالص من ناحيتها ابدا. يعني ما فيش قبول ليه بس؟ هي بتقول يعني انا حاسه ان هو كبير عليا، وكل اسباب رفضها يعني تشسيها اسباب لسه طفوليه. ان هو بتقول يعني مش ايه يا دكتوره، كبير، ايه كبير شكلا يعني، ولا تصرفاته مثلا كبيرة فهي هو مش بينهم السن 9 سنين بس، يعني هي بتقول شكلا برضه، وهي صغنطاطة بقى وعايزة واحد مثلا يلبس ويتشيك والحاجات دي يعني في طيب وقته. هي بتسمعني، هي بتسمعني دلوقتي يا ام جودي؟ إن شاء الله بتسمعك من خلاص ماما. اه بإذن طب الله. هوجه لها رسالة جميلة. اطمني، سؤالك التاني ايه؟ يعني بس أنا آسفة برضه دكتورة، واحدة قريبتي يعني بصراحة هو جوزها حنين وطيب وكل حاجة، فيه بصراحة صفات كويسة، بس للأسف يعني بيشرب، يعني أقول لك إيه، بيشرب حاجات وكده يعني. وهو بصراحة يعني كان مسافر في دولة خارجية، وكان جات له زي يعتبر يعني أثرت شوية على عقله وكده، وكان نزل وساب الشغل وكده، ولما جه كان وعدها وقال لها أنا خلاص والله هبطل، وهو عنده بنت ومراته دلوقتي حامل، فدلوقتي بتقول راجع تاني للموضوع ده. هما مع بعض ولا حاليا لسه كل واحد في بلد؟ لا حاليا هو رجع ساب البلد بسبب الموضوع ده، وكانت نفسيته وعقله خالص اتأثر، ودلوقتي بتقول رجع تاني، بيبان في شكله ساعات يرجع وعينيه مش عارف ازاي، يعني بيبان فيه ان هو لسه على الموضوع ده. بيشرب بقى الحاجات دي. طيب حاضر حاضر، اقول لك تعمل ايه. اولا سؤالك الاولاني، خطيب اختك اكبر منها ب9 سنين. انا عاده يعني عقل البنت بيسبق عقل الولد، فلما تبقى البنت قده في السن بيبقى عليها كده، فبنقول يبقى في فرق 5 سنين وانت طالعه حلو، 5 6 7 8 9 حلو مش وحش، المهم ان يكون تصرفاته ما يتنمش. عشان كده بسالك تصرفاته ايه مثلا، كبيره ولا وقع آلي وعارفه انت الرسمه دي، وهي لسه صغيره عايزه تلعب وتعمل وتعمل ونظام الهاشتاجات ومش عارفه وايه، وهو مش يعني لا عقلي كده وبتاع، وهتحس ان في تصادم، لا يعني مش هيتفقوا. إيه يا اما هيكبرها ويوصلها للمستوى الكبر اللي هو فيه، وما تعيش فتره هي حابه انها تعيشها بهبلها بضحكتها بدلعها بالكلام دوت، وهو هيقهر فيها او هيمقت فيها في القصه دي خلاص. لكن احنا بنقول عاده بيبقى الفتره دي ما تخافيش، يعني ما تخافيش ادام في تعاملات وحاسه ان هو فاهم فكرك فاهم عقلك، لكن القبول ما نقدرش نتكلم فيه، يعني هي ما عندهاش قبول للشكل اصلا. لكن نصيحتي انها تديله فرصه، ما تخليهاش ترفض. العرسان شح عايزه اقول لك، وبعدين يكلمني الشباب يقول لي فين العرايس، ما فيش عرايس. طب يعني الجهتين بيشتكوا، انا عايزاها تقعد معاه مره واتنين وتفتح معاه كلام وتشوف حاجات من اللي هي متخوفه منها، يعني مثلا متخوفه مثلا هنيجي نتفس، طب هنعمل مش، طب لما اجي مثلا مره عايزه لا، طب مثلا واحده تقول لك لا ده انا هقول انا بقى بتفرج على كرتون وبحب العرايس لحسن لو ما قاليش كده. قولي على كل الحاجات اللي انت حاسه انك انت عايزه تسمعي رايه فيها، وابني على الكلام اللي هيقوله لك يا بنتي، ما تتكلميش خليه هو يتكلم، وشوفي طريقه كلامه وشوفي طريقه تعامله، شوفي طريقه ردوده على الامر، ارتحتي وكذا خير. لقيتي نفسك لسه قافله والاستخاره لا قافله قافله، خلاص ما احناش هنقدر نتكلم في موضوع القبول ده. ده سؤالك الاول. سؤالك الثاني موضوع شرب ايا كان مخدرات ولا خمره ولا الكلام ده، طبعا يعني الشرب ده حد من الحدود يعني، ولو 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 حد في الاسلام، فاحنا يعني حد شرب الخمر له حد، وطبعا يعني الامه ابتليت صراحه، بيقول لك دلوقتي بقى حاجه عاديه جدا شرب الحبوب ولا استغفر الله الحشيش ولا الحاجات الوحشه دي. يعني الاول هي بتسال ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يتوب عليه وتصبر عليه، ادام ساب المكان علشان كان بسبب الامر ده يبقى هو عايز اصلاح، هو عايز يبعد عن المكان اللي فيه الاذى والمكان اللي اذاه نفسيا وجسديا وفكريا وهكذا، وجه في المكان اللي عايز فيه الصلاح. اهم حاجه الصحبه، لو بتعرف تشوف له صحبه صالحه، تشوف حد مؤتمن مثلا،
حد له مرجعيه شرعيه يعني قولا وفعلا مش قولا بس. يا ريت والله هي تكلمه في الامور ديت ويبقى كده وبالدعاء. وفي مره في مره احنا بنحبك احنا كذا احنا مش عايزينك بالشكل ده ابدا ده مضر لك وده كذا ده الله سبحانه وتعالى بيقول كذا. الحاجات ديت بتخليه ذات نفسه انا وراك انا بدعمك انت مبتلى في امر معصيه معينه احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يمن عليك ان شاء الله ما يكونش ديدن حياتك ما تكونش تحشر يوم القيامه تحرم من خمر الجنه وتحرم من كذا الحاجات اللي هي فيها وعظ ما بال اقوام ومره تعظ ومره تقول ومره كذا. ولو في صحبه حد صالح يتولاه ويبقى معاه يعينه على الامر ده ويعينه على نفسه اللهم امين. وتصبري عليه يا بنتي على الله سبحانه وتعالى يصلح حاله.